وين احنا اليوم في بوكيت، وبالتحديد راح نستكشف وياكم جي دبليو ماريوت. تابع الفيديو الاخير لان عن جد جي دبليو ما خلى ولا شيء الا وحطه لنا عشان نستمتع فيه داخل الفندق. اول ما ببدي بالطراز المبني عليه هالفندق، سجن قديم بس مرممينه على الطراز التايلندي الكلاسيكي. طبعا كل ويكند يعطونكم الموسيقى هذه الريلاكسيشن وهالحلوه تعزف لنا عشان تريح لنا اعصابنا وتخلينا نستمتع باجازتنا. طبعا على يدك اليمين هذا البار يفتح من العصر لما الليل، وعلى يدك اليسار هني هذا مكان الافطار، طبعا ريوق الصبح البريكفاست اريا. شوف 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 تفاصيل صراحه وايد حلوه، يعني هم المبنى قديم بس عايدين صياغته مره ثانيه، موديفايد مرممينه مجددينه، بس ها كله على الطراز التايلندي القديم الكلاسيكي. شوف 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 استمتع بس استمتع بس استمتع يا حبيبها. هذا اللوبي والتشيك ان كاونترز كلها مراوح، طبعا حر بس يلا ما عليه. ني هني الغرف، ما شاء الله الغرفه راهيه عوده، مساحتها حلوه، مكتب هني لك انت تشتغل تخلص شغلك، الحمام عزكم الله هني ورا، الفراش ما شاء الله كبير، قاعده ابو نفر يستلقي بعد الشاور، عندك هني القعده ابو نفرين يستلقون يريحون يستمتعون في هذا المنظر. الجاردن فيو صراحه وايد وايد مريح للنظر، مريح للاعصاب، للنفسيه بنفس الوقت. استمتع استمتع. هني هذه بلكونة صغيرة، وهذا طبعا شاور روم معزول عن الباث توب اللي هو البانيو، وفي دريشة تطلعك على الغرفة. خلونا نقمز الحايط يلا. وهني صراحة المنظر جدا جدا روعة من البريكفاست اريا اللي هو الريوق الصبح، يخليك تطلع على هالمسبح الرئيسي للفندق. ومن هنا تقدر تاخذ من الكاونتر اللي هناك فوط للسباحه، وعلى فكره ترى عندهم محميه للسلاحف تقدرون تروحون وتشوفونها ببلاش. هني طبعا السويمينج بول مال الاطفال في الزعلاكيه هذه الصغيره، ونسبه الماي لساكريلك بس. ومن انشطه جي دبليو ماريوت عندهم الفتنس كلاب والتنس كورت والجي دبليو جاردن، عندهم حديقتهم الخاصه وسبلاش بول والجيم زون، طبعا في عندهم مكان بس حق الجيمز، وعندهم بيتش كلاب هم بعد. هني حاطين لك هذا الفوتبول فيلد، الباسكتبول، الطائره، يعني متوفر عندهم اكتيفيتيز اندورز اوتدورز اللي تسميه، بس تعال العب. هذا المنظر الثاني من الجهه الثانيه على الحوض السباحه الرئيسي. وهم بعد تقدر تحجز عندهم الكاياك بوت وتاخذه على البحر. شغله رئيسيه لازم تعرفونها عن البحر اللي مال جي دبليو ماريوت، طبعا اول ما تدش البحر كل شيء سليم، بس بعدها خطوتين ثلاثه وتخفق فيق الارض لان مو قادرين يلاقون حل لهذه المشكله مالت البحر عندهم. ولا تنسون تتابعون معاهم الاعلام اللي كل يوم يبدلونها، اذا كان تقدر تسبح فيه يكون اخضر اصفر او احمر. فيا جماعة ديروا بالكم، وحذركم هني مرة ثانية سلامتكم أهم شيء بالدنيا. هذه الحديقة مالتهم اللي صراحة من اللون الخضار اللي تشوفه والشمس يعني الصفرة هذه الحلوة، يعني ما شاء الله ما شاء الله المكان استرخاء من أمه، حد 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 استرخاء، تعال ريح بس خالي. إذا كنتم من محبين اللون الخضر والخضار والشير وريحة العشب، تعالوا استمتعوا هني صراحة بالحديقة هذه مالتهم اللي جدا رائعة. اسمع صوت الطيور، راحة، يعني استجمام وراحة صح، توب توب نوتش.
سوى هيك جو برو. والله حالات بس ودك شيء تنام على الثيل صراحة، تحط لك بساط كذي وتنام على الثيل صراحة. تصدق هاي طبعا الغرف مرات الفندق في لها مداخلها، تقدرون تروحون الغرف إذا كنت أنت ساكن بالغرف هذه اللي على الجاردن فيو. طبعا غرفتي أنا هناك صراحة صراحة شيء مو طبيعي. أشجار طويلة ما شاء الله تبارك الرحمن، نخل يعني عجيب، منظر الغروب صراحة ولا أروع اثنين يعني. وشوف هذيل الفوانيس اللي تسميهم وش تسميهم، بس صراحة منظرهم لا يعلى عليه. طالع استرخي، أبيك طالع واسترخي. بس هني ينا حق البوفيه العشاء اللي عندهم، بوفيهم مو طبيعي يا جماعة. اللي يحب السالمون واللحم يعني عشاق الأكل هني وينكم. بس الله 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 شوف 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 الله الله لحم فريش حمر حمر. طبعا هني شو يسوي لك هني؟ شوية زهرة، بروكلي، جزر، الله 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 الله، بصل، يا سلام. احمس خالي احمس احمس، يوعني تبل خال تبل ايوه كثر جبن يا مدير. كنا برجر هذا صراحه. يينا هني هذا القسم كله مقالي صراحه، كله مقالي، حتى مع الشيبس مع هذا كله مقالي. هذا بني بعد شنو؟ هذا طبعا الباربيكيو، هذا هم بعد مقلي شكله عسري عسري يا جماعه. هذا هني محبين السيفود، تعال لي خالي تعال لي ارفع الكوليسترول يا حبيبي. السوشي يا حبايب السوشي وينكم؟ سوشي يا جماعه. اي هذا هذا الله الله الله، تقول تعال كلي تعال دلدغني. اللي يحبون السوشي طبعا هلا 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 هلا. سوشي مو طبيعي، وحاط لك بعد شنو هني؟ الساشيمي. لا لا خالصين، اللي يحبون الاكل الياباني يا سلام. حط لكم بعد سلطات كذي على السريع، سلطه لازم مهمه خالي بالوجبه، لازم سلطه يوميا يا جماعه، سلطه صحن واحد. ويانا هني حق الفاكهه الموسميه اللي الوانها صراحه ولا احلى ولا اروع ولا اجمل صراحه ما شافت عيني. وهني قسم السويت، الستيكي رايس والماتشا موس والكريم برولي، شيء مو طبيعي صراحه. كيك والبنانة تمبورا اللي هو البنانة المقلية بالبقسومات، وعندهم الايس كريم والتوبينج ماله هني. شوف خالي شوف 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 وحش. طبعا اجواء الليل هادية، لا ازعاج لا بارتيز نو نوثينج، يعني صج يكون يومك كله حافل شمس بحر الاكتيفيتيز المتنوع اللي عندهم. تي بعد حوض السباحة تروح تاخذ لك شاور، تبدل، تعشى، تريح. حتى حاط لك هناك بالجيم زون طبعا في سينما، فيها البيبي فوت، فيها التنس، يعني اعتقد اذا ما خاب ظني فيها بلياردو صغير كذي. حتى في عندهم لعبة الاير هوكي صراحة، اللي هي هذه اللي على الهواء والطق الهوكي ماله، عجيب عجيب المضارب هذه، وايد حلوة صراحة. هذا خلاص الكل خاتل مع حبيبة ومريحين خلاص، حتى اللوبي شي قاعد بروحه خاتل، هذا بس واحد دايخ بيسوي تشيك ان. عن جد الفندق هذا يبيله يعني زيارة، تريح فيه، تعيش تفاصيله الحلوة القديمة، الترميم اللي مسوينه والاكتيفيتيز اللي حاطينها المنوعة، حتى الأكل مالهم طيب، يعني صج يعطيك أجواء من الريلاكسيشن. شنو خالي؟ ريلاكسيشن. أشكرك أنا. يا جماعة وصلنا هني معاكم لنهاية الفيديو، أتمنى إن الفيديو يعجبكم والتغطية السريعة. والحين بخليكم مع الحلوة هذه اللي تعزف لكم واستمتعوا معاها حبايبي. إذا كنتوا أول مرة تتابعوني لا تنسون الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم أول بأول. وهلي وحبايبي على العين وعلى الراس القدم، يا احلى فانزات انتم، انا عندك 200 وقاعد مستانس، طبعا مستانس فيكم حبايبي. اخوكم انور امين وفمان الله.